بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا حلقتنا بتبقى جزئين، الجزء الأول بتبقى مجموعة من الأخبار وتعليقنا عليها إن شاء الله، وده مش هيبقى كبير لأن الحقيقة في خبرين أو ثلاثة مهمين إن نشرك جمهور النادي الأهلي وجمهور الرياضة عامة في الأخبار دي. النص الثاني هيكون معنا أبطال، أبطالنا النهاردة هم بطلات كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي. الفريق ده الحقيقة مر بظروف صعبة جدا السنة اللي فاتت، وبعد عن مركزه المفضل بطولة الدوري والكأس وبطولات هو كان محتكرها دائما أبدا لمدة أكتر من 30 سنة. مر بظروف صعبة، إصابات، تغيير جيل، ولكن تولى المسؤولية الكابتن يحيى يوسف المدير الفني آخر الموسم اللي فات بعد عودة النشاط في كورونا. حاول وقاتل مع البنات من أجل استعادة اللقب، كان فاضله جولتين ثلاثة أربعة حاجة ست جولات على ما أتذكر، وللأسف لم يحالفه الحظ لأنه كان برضو ما زالت الأمور مؤثرة على الفريق. ببداية الموسم اشتغل كابتن يحيى يوسف والبنات، رجع لاعبات كتير، شفنا غادة حسام حارس المرمى الأسطوري النادي الأهلي رجع تاني، شفنا رجع لاعبات، جاب محترفة وتعاقد معها سندس حشانة والنادي الأهلي وفر له التعاقد، طلع مجموعة من اللاعبات من الناشئين كان لازم النهاردة نحتفل بيهم. طب نحتفل بيهم ليه؟ الحقيقة حققوا بطولة كاس مصر، وكان المنافس نادي الزمالك بنتيجة 27-20، نتيجة كبيرة. حققوا من يومين بطولة القاهرة بعد ما فازوا على نادي الشمس اللي كنا متأخرين في الشوط الأول 12-10، ولكن غيرنا النتيجة وقدرنا نفوز بالمباراة. دخل دولاب النادي الأهلي بطولتين السنة دي ومتصدرين الدوري حتى الآن، وداخلين على النهائيات السوبر. فالحقيقة كان لازم يكونوا معنا، يكون معنا النهاردة الكابتن يحيى يوسف المدير الفني، وسندس حشانة اللاعبة التونسية الدولية والمحترفة في صفوف النادي، وهيكون معنا أيضا لاعبة الفريق دعاء حلمي وأيضا إسراء السيد. هنتكلم معاهم ونعرف ازاي يعني قدروا يحولوا الموسم الصعب ده لموسم كله نجاح. اكيد ده ما جاش بفراغ، وجه طبعا بمجهود. في الوقت الفرقه الثانيه برضو دعمت نفسها وقوت نفسها، فلازم نكون معاهم ونحتفل بيهم ونشد من ازرهم ان شاء الله لغايه ما يرجعونا بطوله الدوري اللي هتنتهي خلال يعني اسابيع قليله. هنرجع للخبر الابرز، وهو امبارح ان مصر ابهرت العالم كله في موكب ملائكي للمومياوات المصريه الملكيه، والعالم كله حبس أنفاسه وتفرج على هذا الحدث التاريخي اللي نجحنا كالعادة بأيادي مصرية إن احنا نجذب انتباه العالم كله. كل يعني شفنا كمان في السادسة يعني جابوا كل الأخبار وكل الصحف العالمية متكلمة على هذا الحفل، ولكن مصر بتبهر العالم أيضا في الألعاب الأخرى. مصر الحقيقة أبهرت وبتبهر. خلينا يعني اللقطات دي اللي انتوا شايفينها امبارح، الحقيقه احنا كلنا كنا فخورين، كلنا كنا يعني زي ما يقولوا رقبتنا في السماء. حسيت ان مصر ان الموميات دي هتتكلم، هتنطق. انا حسيت ان في حاجه يعني هتحصل في الوقت اللي مصر بتشهد طفره كبيره جدا على المستوى السياحي والمستوى احترام الاثار وحضارتنا وإنشاء متاحف جديدة. الكلام ده كله ماشي بالتزامن مع النهضة الكبيرة اللي بتشوفها مصر. الحدث امبارح ده الحقيقة يعني احنا ما قدرناش ان احنا نحول عينينا من كتر الفخر اللي احنا فيه. بس خليني اقول لكم ان في نفس التوقيت مصر ابهرت العالم تاني زي ما اقول لكم في الالعاب الاخرى، بطولة العالم لكرة اليد اللي اللجنة الاولمبية الدولية شافت مصر عملت ايه عشان تتطبق في اولمبياد طوكيو اللي جاية. وشافت كمان قد ايه مصر امنت وجود الفرق 32 فرقه كاخر بطوله عالم على مستوى بطولات العالم لكره اليد هتنظمها دوله واحده. طب وبعد كده حصل ايه؟ عندنا بطوله العالم للرمايه اللي مصر استضافتها ونجحت في تنظيمها تنظيم باهر. دلوقتي بتلعب بطوله العالم للسلاح بمشاركه اكتر من 1000 لاعب ولاعبه، تقريبا من حاجه و70 دوله على ما اتذكر او حاجه و60 دوله. حدث كبير جدا بتحتضنه ارض مصر بنجاح الان 80 دولة. عندنا بطولة العالم للجمباز، كأس العالم للجمباز اللي جاي في شهر 6، وده حدث كبير جدا. يمكن مصر من زمان ما استضافتش أحداث عالمية في الجمباز، مصر بتحتضنها. عندنا بطولة العالم للخماسي اللي مصر الحقيقة كانت من أيام حققت 3 مراكز في أول 8 مراكز في بطولة في بطولة كأس العالم الأخير، إنما إحنا هننظم بطولة العالم شهر 6 برضه. في كأس العالم للناشئين والناشئات الخماسي أيضا، حدث كبير وهيضم فيه لعيبة كبار جدا.
وبطولة العالم للناشئين للدرجات. انتوا سامعين؟ مصر بتستضيف بطولات عالمية كبيرة بتنجح يعني وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحادات جعلت مصر قبلة العالم. مصر الآن هي القبلة اللي العالم كله بيجي ومش قلقان في الوقت اللي كل العالم بيقفل عشان فيروس كورونا، ولكن مصر قبلة التحدي تحت قيادة سياسية عندها إرادة ووعي وبتزيد من حب المصريين لبلدهم وفخر المصريين ببلدهم. أنا بس حبيت أربط حدث امبارح بأحداث تانية يمكن مش عليها الضوء قوي، بس ده دورنا احنا الأبطال نحط الضوء عليها ونقول قد إيه مصر بيحصل فيها مجهود كبير جدا وأصبحت قبلة العالم، حتى مش في الآثار والسياحة ولكن أيضا في الرياضة. هنروح مع حضراتكم لأخبار تانية مهمة احنا شايفين ان احنا لازم نحط حضراتكم فيها. هنبتدي بانفراد لينا هنا في برنامج الأبطال، ألا وهو كأس أو كأس مصر وبطولة الدوري السوبر لكرة السلة اللي موسم 2021 في خطر. البطولة فيها صعوبات جامدة جدا لاستكمالها، وده انفراد. طب هتقول لي يا كابتن طب انت عرفت منين؟ انا اقول لحضراتكم بتسلسل الاحداث وانتوا هتعرفوا. يعني انا من قراءتي للاحداث الحقيقه الاتحاد في ازمه جامده والموسم الرياضي او الدوري في خطر. ليه بقى؟ لو تفتكروا حضراتكم بطوله افريقيا اللي هي كانت المفروض تتلعب في 2020 للانديه اللي كانت باتحاد ما بين دوري الام بي اي الامريكي والاتحاد الافريقي لكره السله كاول نسخه في التاريخ يحصل اتحاد ما بين الاتحادين دول عشان يتبنوا الام بي اي يجي يتبنى بطوله افريقيا للانديه. طب ليه بيعمل كده الام بي اي؟ عشان افريقيا هي اكبر مصدر للاعبين في الام بي اي، فهو قال لك خلاص انا هاجي لكم بنفسي. والبطوله كانت 2020 حصل كورونا اتاجلت بقى قعدت تتاجل لغايه ما قال لك خلاص هتتلعب في شهر مايو في رواندا. وبالمناسبه رواندا فيها طفره رياضيه كبيره جدا. فالبطوله هتتلعب من 16 مايو ل 30 مايو، انا بقول لكم بالتواريخ، احنا انفراد محدش اتكلم في الموضوع ده قبلنا. طب هتقول لي طب يا كابتن ايه المشكله ده هم 14 يوم؟ لا، الاتحاد الافريقي والام بي اي طلب الفرق المشاركه وهم 12 فريق يروحوا من يوم 4 مايو اي قبل انطلاق البطوله ب 12 يوم فتره حضانه المرض، عشان لو لا قدر الله حد من الفرق اللي رايح هيخش البابل اللي هي الفقاعه بتاعت البطوله لو ظهرت عليه اعراض دي فتره كافيه ان الاعراض تظهر. طيب يعني معنى كده المشارك مين؟ ممثل عن مصر لان هو حامل لقب نسخه 2019 من الدوري، نادي الزمالك. فاذا نادي الزمالك لازم يكون هناك في رواندا يوم 4، فيمكن اخر ماتش ليه ممكن يبقى يوم 2. بس في انباء تانية جايه لنا، انا ما عنديش الحقيقه ما يؤكد او ينفي ذلك، ولكن في انباء جايه انه الام بي اي والاتحاد الافريقي طلبوا ان نادي الزمالك كممثل الممثل عن مصر هيشارك. اخر مباراه هيلعبها يوم 19 ابريل. طب هنقول الكلام ده هنشتغل على الورست كونديشن او الأسوأ، انه مثلا نقول الكلام ده مش صح، الأسوأ الايه او الاحسن؟ الاحسن هو الأسوأ في حته انه للاتحاد او المنظم الاحسن انه ايه؟ انه يسافر متاخر، اللي هو يسافر يوم يكون في رواندا 4، تمام؟ يعني هيبقى اخر ماتش لعبه 2 او 1 ابريل او 1 مايو. فاحنا بنتكلم النهارده ان الدوري الترتيب اللي بيتلعب دلوقتي اخره يوم الجمعه القادم يوم 9 ابريل. اذا انت عندك من يوم 10 ما تحسبوش، من يوم 11 ابريل ل 1 مايو 20 يوم هتلحق تخلص فيهم دور الثمانيه لكاس مصر ودور الاربعه والفاينل، دول لوحدهم عايزينهم اسبوع. هتلحق تخلص البلاي اوفيس اللي هو بقى من دور الثمانيه حسب الكلام اللي جانا خمس ماتشات بلاي اوفيس، ماتش 2 3 وما بينهم يوم راحه، يعني انت في الدور الواحد عايز لك على الاقل 6 ايام. هتلحق تخلص دور الثمانية والأربعة والفاينل للفرق المختلفة، لأن أنت بتلعب يوم ويوم تاني فرق تانية، يعني أنت عايز لك على الأقل شهر ونص مينيمم عشان تخلص البطولة. إحنا فاضل لنا قد إيه؟ ده أنت لو لعبت كل يوم إحنا فاضل لنا قد إيه؟ حسبتها لحضراتكم من 11 إبريل ل 1 مايو. هتقول لي يا كابتن طب نلعب بعد بطولة أفريقيا للأندية اللي هتخلص 30 مايو، يعني نادي الزمالك هيرجع قول 1/6 قول أول مباراة ممكن تبقى 4/6 أو 5/6. آه بس في مشكلة، الأفرو باسكت بول اللي هي بطولة أفريقيا في شهر 8، هل كابتن أحمد مرعي المدير الفني هيكتفي بمعسكر أسبوعين ثلاثة؟ ما احنا هنستأنف، فممكن ناخد لنا شهر من 5/6 ل 5/7 10/7 بالراحة، أقل من شهر على بطولة أفريقيا. هل كابتن أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر هيوافق بشهر أو أقل من شهر إعداد للفريق؟ أشك.
اذا في ازمه، في ازمه كبيره. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين هيطلع من الافرو في اولمبيات، والاولمبيات انتخابات الاتحادات. اذا في ازمه كبيره، والازمه دي الله اعلم هتبقى حلها ايه. طبعا هي مطروحه على طاوله الاتحاد والله اعلم هيبقى حلها، ولكن هي ازمه كبيره. خلينا نروح للخبر الثاني. الاتحاد الدولي لكره اليد برئاسه المهندس حسن، الدكتور حسن مصطفى. انتوا عارفين طبعا حضرتك انه عين لجنه مؤقته تدير شؤون الاتحاد حتى انتخابات قادمه. الحقيقه احنا جريده الشروق او موقع الشروق نص بعت خطاب جديد اتبعت للاتحاد الدولي، من الاتحاد الدولي للاتحاد المصري اللجنه الجديده، وطلب منها بنود معينه، يمكن 10 بنود انا هستعرضهم سريعا واقف لكم على بندين ثلاثه دول المهمين. اول بند قال اللجنه المؤقته يجب ان تتسلم فورا كل الامور الفنيه، وده طبيعي، والماليه والاداريه. رقم 2 اللجنه المؤقته يجب ان تدير وتتابع الامور اليوميه الخاصه بكره اليد، تمام ما فيش مشكله. رقم 3 اللجنه المؤقته يجب ان تتابع وتنفذ البرنامج الخاص بالمنتخب المصري، طبعا لان منتخب مصر عنده اولمبيات فلازم يتابع الاعداد الفني للمنتخب وده طبيعي. 4 اللجنه المؤقته يجب ان ترفع تقريرا كل اسبوعين الى الاتحاد الدولي خاص بالانشطه وما تم تنفيذه بيراقب اداء اللجنه. 5 تحت اشراف الاتحاد الدولي اللجنه المؤقته يجب ان تراجع اخر نسخه من لوائح الاتحاد. اجي لكم هنا بقى. الاتحاد في 2017 السابق برئاسه المهندس هشام نصر، اللي الحقيقه بالمناسبه بنقول له الف سلامه، طبعا عنده كورونا ونتمنى له السلامه والشفاء العاجل الحقيقه. تمام. فكانوا في 11 يونيو 2017 اعتمدوا لائحه، ولكن بناء على ان ما فيش اجراءات اتخذت لاعتماد هذه اللائحه كان بند من بنود حل هذا الاتحاد. طب هم خدوا موافقه بعتوها للاتحاد الدولي يعتمدها، الاتحاد الدولي حط ملاحظات، الموضوع وقف عند هنا. فالاتحاد الدولي قال لك لا، ارجع لي تاني ل 2017 اعتمد لي اللائحه تاني، اعتمدها لي وابعتها لي تاني للاتحاد الدولي راجعها وحط في اعتبارك الملاحظات اللي انا بعتها قبل كده. طيب بعد ما الاتحاد الدولي يعتمد النسخه النهائيه بقى اللي عليها التعديلات اللي بتاعت الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي هتروح للشؤون القانونيه يعتمدها، هتيجي من الاتحاد الدولي يدعو الجمعية عمومية غير عادية، اللجنة المؤقتة دي تدعو المجموعة لجمعية عمومية غير عادية بند واحد اعتماد النسخة النهائية من اللائحة. هنا بقى النقطة التريكي فين؟ التريكي انه 2017 اللي حق لهم اعتماد او الاندية اللي هتحضر في الجمعية العمومية دي الجمعية العمومية بتاعت 2017 اللي هي اخر جمعية عمومية معتمدة. وهنا في برضو نقطة ان كان فيها 50 مجلس مركز شباب. هل هيحق المراكز الشباب دي المشاركه في الجمعيه العموميه الغير عاديه ولا لا؟ ليه بقول كده؟ لان زي ما حضراتكم فاكرين اللجنه الاولمبيه المصريه قالت لا مراكز الشباب ملاش حق، وزاره الشباب قالت ان لها حق. هنشوف الدنيا هتروح فين. طيب بعد ما يعتمد ال 2017 اللجنه او تعتمد الجمعيه العموميه النسخه النهائيه من اللائحه هتوديها طبعا اللجنه الاولمبيه المصريه طبعا طبقا لقانون الرياضه المصري عشان تعتمدها وتنشرها في الوقائع، والانتخابات هتجرى على هذه اللائحه. طيب سؤال تاني، هل اللجنة المؤقتة دي اللي هتدير الانتخابات؟ لا مش هي، هيتم تعيين لجنة محايدة شغلتها بس قبول ورق الترشح، بحثه، الحاجات كلها اللي تتعلق بالانتخابات، ملاش علاقة بإدارة الاتحاد، ليها علاقة ببند الانتخابات بس والتجهيز لانتخابات جديدة. تمام. وهيكون طبعا هتتعمل اكوردنج او تبعا للائحه اللي تم اعتمادها اعتماد نهائي. ولو تاخدوا بالكم ده خريطه طريق واضحه حطها الاتحاد الدولي عشان نوصل بانتخابات ويجي مجلس جديد يدير الاتحاد بعد انتخابات، بعد اللجنه الدوره الاولمبيه في انتخابات الجمعيه العموميه اللي هتيجي بقى وهيشرف عليها اللجنه المحايده. ده كان خبر مهم الحقيقه، خريطه طريق محترمه قلنا نعرضها على حضراتكم بالتفصيل. طيب احنا كده ما عندناش اخبار تانية يعني مهمة، احنا نطلع لفاصل بعد اذن حضراتكم ونستقبل بقى طبعا بطلتنا لكرة اليد السيدات كابتن يحيى يوسف وسندس حشان، احنا هنستقبلهم على فقرتين طبعا لانهم اربع ضيوف. فقرة هيكون الفقرة الاولى اللي بعد الفاصل على طول هيكون معايا الكابتن يحيى يوسف المدير الفني القدير وسندس حشان اللاعبة التونسية الدولية المحترف الفريق، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بضيوفي الكابتن يحيى يوسف المدير الفني لفريق كره اليد سيدات. اهلا بك يا كابتن يحيى. اهلا بك يا كابتن يوسف، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك ان شاء الله الدوري يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. برحب بسندس حشانه نجمه النادي الاهلي ونجمه طبعا المنتخب التونسي والمنضمه والمحترفه السنه دي مع النادي الاهلي. اهلا بك يا سندس. شكرا على الاضافه ومرحبا. شكرا ومبروك على البطولات. بارك الله فيك عايشك. كابتن يحيى جيلك يمكن السنه اللي فاتت انت توليت المسؤوليه، نرجع شويه يعني فلاش باك كده،
بعد توقف كورونا توليت المسؤوليه وحاولت بمجهود كبير ان انت تلحق الموسم اللي فات زي ما بيقولوا. أيوة. ولكن قد يعني ايه ما كانش صعب، كان فاضل كام جوله كنا متاخرين شويه. كلمني عن بدايه استلام مهمتك مع الفريق. هو طبعا انا استلمت في شهر 2 السنه اللي فاتت، كانوا هم خسروا ماتش سبورت في اسكندريه فتوليت المسؤوليه ولعبت ماتشين ثلاثه، وبعد كده موضوع الكره ده دخل علينا واتقفلت الدنيا اصلا خالص يعني، وبدينا رجعنا تاني يوم 5/7 بالظبط كده وسقنا في البطوله طبعا. وكنا للاسف ان احنا كنا يعني فرق بيننا وبين فريق الشمس 4 نقاط، فلازم كنا ان احنا نكسب كل الماتشات ونكسب الشمس عشان يحصل ماتش فيصل. كسبنا الحمد لله كله بس ما عدا ماتش الشمس طبعا ربنا ما وفقناش، وساعتها يعني وكان يعني الماتش ده في نادي الشمس وكان في نادي الشمس يعني وكان الدنيا ماشيه وكل حاجه، بس طبعا كان عندي اصابات طبعا وكانت مكمله طبعا وكده، وموضوع اللي برضو اللي احنا وقفنا وكانت سندس مش موجوده كمان، لا مش موجوده يعني طبعا مش موجوده طبعا، وكانت غدا برضو حسام وغدا مش موجوده طبعا، وكان في اصابات عندي والحد كلها، فما قدرناش يعني ان احنا نكسب الماتش ده عشان يحصل ماتش فيصل، بس احنا كان عندنا اصرار ان احنا كنا عايزين نكسب يعني. بس فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فبس بعد ما خلص الماتش ده وكده قررنا ان احنا خلاص، وقعدت مع البنات وان احنا هدفنا خلاص ان شاء الله نرجع تاني اول زي العادي اصلا، ده بتاع نادي الاهلي ان هم بنات نادي الاهلي سيدات هنبول هم ابطال من زمان جدا جدا جدا، دايما بيحرزوا ال3 بطولات وال4 بطولات بالسوبر كمان. فكلمتهم في الحته دي يعني ان هم لازم نرجع تاني لبطولات النادي الاهلي، وده جزء كبير حصل يعني وكده، طبعا اضافه طبعا سندس اضافه غاده حسام طبعا، فعمل اضافه مع الحمد لله شغلنا وكده حصل. لا ده انا هخش معاك بقى في الموسم الجديد، بس ده كانت يعني لقطه سريعه كده مع بدايه الموسم واللي ايه واللي تعرضت له مع بدايه الموسم ده. وخليني برضو سندس يعني مش هقدر اقول لك في البدايه يعني تقييم تجربتك مع النادي الاهلي ازاي؟ الحمد لله معناتها كانت تجربة حلوة برشا وفرحانة برشا، معناتها كلك سوا يعني في الروح الفرقة في الأمبيونس ما بين اللاعبات في يعني العزيمة وحب الانتصار وتحضير الماتشات، الحمد لله يعني كانت يعني تجربة حلوة قوي. ندمانة ان انت جيتي ولا مبسوطة؟ لا ايه ده انا مبسوطة قوي والله. يعني ان شاء الله نشوف ممكن نشوفك سنة واثنين وثلاثة معانا ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله ان شاء يعني الله. يعني اكيد يعني انت قبل ما تيجي النادي الاهلي كان في كلام وسمعتي واكيد ده التجربه دلوقتي، فانا كان يهمني اعرف عشان يعني اللاعب لما بيقعد شهر واثنين وثلاثه في النادي الاهلي اكيد التجربه بتبقى اكيد يعني غير ما بيسمع. اكيد بطبع انا سمعت يعني وسمعت حاجات حلوه قوي وكنت متشوقه اني اعيشهم الحاجات دي، بس لما عشتهم كانت احلى بكتير. عارف والله الحمد لله ومبسوطه قوي وان شاء الله يعني نكملوا نحصدوا الالقاب مشان الجمهور يفرح ونعيشوا الاجواء دي، لانه احلى اجواء هنا اجواء الجماهير والفرحه بتاعتهم وكده، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصله كده ان شاء الله. طيب احنا جهزنا تقرير اعزائي المشاهدين عن طبعا الفريق وعن بطولاته السنه دي، خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. نجح الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني يحيى يوسف في التتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة على حساب نادي الشمس في النهائي الذي أقيم أول أمس على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، ليحقق المارد الأحمر لقبه الثاني خلال أقل من شهر بعد فوزه بلقب بطولة كأس مصر على حساب غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 27-20 في اللقاء الذي استضافته صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. واستهل النسر الأهلاوي رحلته في استعادة لقب بطولة المنطقة بالفوز على المعادي 25-12، ثم تبعها بالفوز على الجزيرة بنتيجة 31-12، وأعقبها الفوز على الطيران بنتيجة 35-24، ثم اكتساح هليوبوليس بنتيجة 35-10، قبل أن يهزم هليوليدو بنتيجة 23-9، وتلاها الفوز على الزهور بنتيجة 24-8، ثم كان مسك الختام أمام نادي الشمس بنتيجة 22-19.
وكانت المباراة النهائية أمام الشمس ملحمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عقب عودة الفريق من التأخر في النتيجة مع نهاية الشوط الأول 12-10 قبل أن يعدل الفريق من أوضاعه ويحقق الفوز والتتويج باللقب الغائب عن خزائن الأهلي منذ عام. ويأمل الشياطين الحمر في حصد لقب دوري العمومي لتحقيق الثلاثية وعودة البطولات من جديد لأحضان العملاق الأهلوي والذي طالما هيمن على بطولات كرة اليد المصرية النسائية. أهلا بحضراتكم من جديد يا كابتن يحيى. يمكن أجي لحضرتك لما تتفرج على التقرير، أكيد ده مجهود شهور وأيام. أكيد من أول ما بدأت الموسم، خلاص الموسم الصفحة القديمة اتقفلت وصفحة جديدة اتفتحت، كان أكيد ليك استراتيجية معينة عايز توصل لها. إيه الاستراتيجية اللي اشتغلت بيها؟ هل دعم اللعيبة بس ولا هل برضو في شق فني؟ أكيد جزء منه دعم اللعيبة طبعا، السكاي سوندوس وغادة اللي هم اضافوا على الفريق طبعا، والحاجة التانية اللي هو سيستم اللي أنت كبنات داخل تخش البنات فيه نظام تاني جديد غير كمان غير لما جيت، اللي هو الهدف بتاعنا ايه. الهدف بتاعنا استعاده الثلاث بطولات بتوعنا او الاربع بطولات بتوعنا، ده مش هيجي بالكلام، ده هيجي بالفعل، واكيد ده باين في النتائج، باين في طريقه اللعب بتاعتهم ان هي اتغيرت، اللياقه البدنيه بتاعتهم، الخطط اللي هم بيعملوها، الشكل التكتيك لحد كلها هم بنى عليهم. الكلام ده مش كلامي انا كابتن، يعني انت يمكن ما مرنتش سيدات قبل كده، كل شغلك كان مع الرجال والولاد، فتجربة جديدة أكيد أنت ممكن كنت تبقى الآن. وهل اللي بين بيطبقوا مع الولاد والرجال ينفع تطبقوا مع الأنسات والسيدات؟ صعب يعني برضو فكر. لا هو ينفع بس مش 100%، يعني القوة والسرعة هي اللي يختلف، بس المهارة لازم تدي مهارة، هي المهارة هي بتفرق، بس القوة والسرعة. أما المهارة طبعا الولاد أو الرجال اقوى بكتير كدوري وكنظام اكبر ولحد كلها كمان. ده طبيعي ان في حتى الفرق اكتر. الاهلي وزمالك كاس مصر الفاينل بالظبط. فطبعا احنا اشتغلنا على الكلام ده، وانا بكلم الولاد دايما يعني بدي محاضرات دايما ولحد كلها، ان هم كمان دخلوا في سيستم جديد، ان هو عليهم اول مره، ان هو بقى ان المرشاط بتاعتنا دلوقتي بقى فيه محلل الاداء ان هو يقطع المباريات ونشوفها ونشوف اخطاء. ده كان سيستم جديد عليكم صح يا سندس؟ يعني بتالي لا سندس بس بتهيألي كان جديد على اللاعبات، يمكن موضوع جديد اللي هو بقى فيه نظام، فيه سيستم ماشيين عليه. كان مثلا لو احنا في معسكر رايحين بطوله يسحب بميعاد، في محاضره فيديو الساعه كذا، في محاضره نظر الساعه كذا. خدت سيستم الولاد طبقته؟ اكيد. ما هو انا شايف ان هو السيستم لازم يكون واحد. صحيح ان السيستم بين الرجال والسيدات هو واحد المفروض، والهاندبول المفروض ان هو واحد، مع اختلاف طبعا الفروق الفرديه بين الولد والست يعني. هو طبعا اقوى واسرع بتاع، بس في اوقات بيبقى اللعب يعني لعب السيدات بيبقى امتع. يعني سندس يعني في اوقات مثلا نقول كره الطائره، مثلا كره الطائره في السيدات بتبقى امتع من الرجال. ليه؟ لان الرالي بيبقى طويل، النقطه بتقعد وقت اطول، الرجال رفعه تلاقي النقطه بتخلص في دقيقتين ثلاثه لان الشوط اقوى. خليني بس اجي لك حته، ان انت اثناء الموسم اتفرجت على كل الفرق، انت خدت وقت قبل ما تشوفي ايه كل الفرق، حسيتي في لحظه ان ممكن في فرقه تقدر تكسبنا؟ والله في الحقيقة لا، لأنه الحمد لله يعني لو تشوف الفرقة بتاعتنا، فرقة يعني بتعرف تلعب هاندبول، بتعرف هي بتعمل إيه، يعني مش يعني بتروح تلعب مباراة كده وبس، لا ما شاء الله يعني فعلنا الإمكانيات الكل كاية مع ما شاء الله معناتها مع الكابتن يحيى بيعطينا خبرات اللي هو اكتسبها ويوظفها لنا، ومع إحنا بنطبق التعليمات صح بإذن الله يعني ما فيش. يعني أنت حسيتي لما اتفرجتي على الشمس والزمالك والفرق، كل الاحترام طبعا لكل الفرق أكيد، بس حسيتي ان احنا لا احسن؟ اكيد يعني، ويمكن الفرق الوحيد انه في روح مثلا يعني مش عارفه، يعني الروح هي اهم اي حاجه بالطبع، بس يعني الفرق بيننا احنا والفرق الاخرى انه احنا بنشتغل اكتر، تعبانين اكتر، والحمد لله اكيد، والحمد لله يعني انه ربي كرمنا بالبطولتين دول، وان شاء الله يكرمنا كمان بالدوري ان شاء الله. طب اقرب الفرق اللي انت شايفاها يعني ان احنا مبارياتنا معاها بتبقى كلوز جيم، وشايف مين اكتر فرق؟
والله العظيم انا مش عايزه افرق بين الفرق، بس لاحظت انه سبورتنج بتلعب هاندبول نظيف، فاهمه؟ بالضبط، فرقه محترمه قوي ويعني يمكن هي يعني شايفه عاجبك اسلوب لعبهم وعاجبك طريقه لعبهم وكده يعني. طب قولي لي، انت برضو احترفتي في اوروبا طبعا وقعدت سنه او اتنين، شايفه اختلاف ما بين السيستم في النادي الاهلي وفرق اوروبا؟ يعني انت اكيد اتعاملتي على مستوى اوروبي، هل شايفه ان النادي الاهلي بيطبق الفكر ده في ادارته سواء في اليد او في الالعاب الاخرى؟ والله شو يعني بالنسبه للاختلاف، انه في اوروبا يعني شغلهم كره اليد مهنة. يعني مهنه تدريب صبح ومساء وكده، غير يعني في الدول العربيه بصفه عامه كلهم كده يعني مجرد هوايه وبس، فاهمه؟ يعني هما بيشتغلوا مع المنتخب وكده بنظام واحد، يعني بيواصلوا دراسه رياضه مشان يفضوا يعني الوقت للهاندبول، يعني بخلاف اصلا لان المدن العربيه كلها بصفه عامه، فاهمه؟ مش النادي الاهلي بس يعني في البلاد العربيه يعني سيستم النادي الاهلي يعني زي السيستم الاوروبي يعني في النظام وكده، غير نقص شويه يعني مش فاهمه زي ما قلت لك، لانه شغل فاهم كره اليد. بالظبط كده وبس. انت شايفه ده الاختلاف الوحيد؟ ودي سيستم ده ملوش يعني ملوش علاقه، عشان كده الاتحاد الدولي يا كابتن يمكن يعني مش اكبر الزم الاتحاد المصري انه يعمل عقود احتراف للاعبات. شايف القرار ده ازاي؟ هو طبعا قرار جيد جدا ان هو يحصل طبعا عقود احتراف، عشان كمان يبقى فيه جديه كمان، عشان كمان اقدر اعمل ثواب وعقاب. وكمان النادي الاهلي كان اول نادي يطبق ده. احنا اصلا كده اصلا اوريدي عاملين عقود، ونطمح طبعا ان شاء الله الفتره الجايه كمان ان هي نزودها ونعليها طبعا الحاجات كلها، عشان يبقى فيه سيستم كمان ويبقى فيه ثواب وعقاب، ان انا لو كل ما يكون في عقد الحاجات كلها اقدر كمان اتعامل مع البنت اذا كان في خصم الحاجات كلها، واقدر كمان ودي فيه مكافاه والكلام ده كله، فيبقى فيه ثواب وعقاب. هي دي طبعا بتفرق كمان ان هو يكون في قاعده كمان، ان انا اول نادي في مصر في الهاندبول يجيب كمان محترفه، اتمنى كمان الانديه كمان الثانيه تجيب محترفه اذا قدرت تجيب محترفه، عشان الدوري قوي وكمان المحترفات يدوا خبرات للاعيبه المصريه اللي احنا برضو محتاجينها، ان احنا ما بنشاركش في الدول بطوله افريقيه او عالميه، فده بيفرق معانا كتير جدا. شاركنا على مستوى الناشئين وناشئات كمنتخبات، بس ما شاركناش على الانديه بمستوى كبير، واتمنى ان الفتره الجايه ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله، واحنا كنادي اهلي نفسنا طبعا ان احنا نشارك كمان بطوله افريقيا كمان، بس احنا عايزين نشارك بس بهدف، مش مشاركه وخلاص، احنا عايزين نشارك ان احنا ناخد، يبقى احنا علينا برده على ميداليه، لو لازم يكون قدامنا هدف. انا النهارده ما بشاركش بقى كتير، بس عايز قدامي هدف، ممكن اخش اول دوره تاني لحد كلها قدامي، يبقى في بلان قدامي ان انا ان شاء الله كمان كام سنه هحرز لحد كلها، بس دي هتيجي بالخبرات، هتيجي برده ان انا ممكن كمان سندس معانا نجيب واحده كمان محترفه كمان، مع ممكن واحده كمان ممكن عندنا كمان بالظبط نخش في المربع اكيد بطوله افريقيا، واكيد الكلام يعني بدون مشوده صوتك يعني يا كابتن، احنا نتمنى مشاركه نادي الاهلي في افريقيا. اعزائي المشاهدين، لازم نطلع فاصل سريع وارجع نكمل حوارنا مع ملكات اليد في مصر. اهلا بحضراتكم من جديد. سندس اجيلك، مين اقرب اللاعبات ليك؟ يعني مين اللي بيبقى معاكي في المعسكر؟ لا انا ببقى مع اسراء، بحبها قوي. بس رفيقتي كمان امينه بحبها قوي. بس انت بتقعدي يعني اللي معاكي في الغرفه في المعسكرات اسراء؟ بص، هو عكس انه مين معاكي في الغرفه لانه عايزه الهدوء وكده ونام، عكس انه يعني الجو كده وبرات الغرفه. انت بتحبي تنامي بدري؟ انا عارف. اكيد لازم اريح، حتى لو ما نمتش لازم كدا؟ اريح. اسراء تحب النوم. تحب النوم. كويس. يعني مجمع لمواقف يعني. طيب برضو خلينا نقول انه يعني اكيد الحب اللي ما بين اللاعبات والروح اللي بتبقى موجوده بيبقى اساسها بصراحه بيبقى الجهاز الفني، لانه لما يبقى في عدل واللعيبه بتلعب وانت شايفه ان الامور ماشيه بالتساوي بيبقى في روح كويسه. الكلام ده موجود في فرقتنا؟ اكيد لا موجود. لو تشوف يعني انت نادي الاهلي هي الفرقه الوحيده اللي يعني زي اللي بيلعب زي اللي على البنك يعني. شفت انا في الاحتفالات بالظبط، ويعني والكابتن يحيى عم يغير اللعيبه، كلنا بنلعب، ما فيش ولا ماتش ما فيش واحده ما نزلتش ولعبت وكده، الحمد لله انه في يعني روح وكده، وهذا نقطه قوتنا احنا كنادي اهلي. طب سندس معلش عايزك تقولي الو، تعرفي مين معانا على الهاتف؟ قولي كده الو. الو 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 سندس. مين؟ نصر. نصر عيد عبد الملك كابتن الفريق. ازيك كابتن نصر؟ الحمد لله. ازيك طبعا. خلاص سندس بقت خبيره في الاصوات، خلي بالك يعني لو قلت الو بس مش لازم تقول ازيك يا سندس هتعرفي. طبعا. ازيك يا نصر، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ازي حضرتك؟ الف مليون مبروك على البطولتين، وان شاء الله الدوري يا نصر زي ما وعدتينا ان شاء الله يجي باذن الله السنه دي.
باذن الله. والله يا كابتن ربنا يخليك. والله تعبتوا انتوا الفتره اللي فاتت يا نصر. والله الحمد لله. يعني احنا السنه اللي فاتت كان عندنا زي دروب كده، خسرنا 3 بطولات ودي كان عمرها ما حصلت وكده، فان احنا نرجع بطولتين في اقل من شهر فدي كانت مدينا قوه ان احنا نحافظ نرجع تاني الدوري. كل ماتش لينا بالنسبه لنا ماتش ككاس لينا لازم نكسبه علشان ناخد البطوله وكده. مستعدين كويس قوي، استعدينا لبطوله الكاس واستعدينا لبطوله القاهره، وان شاء الله عندنا استعداد قوي قوي لبطوله الدوري ان شاء الله، ونقدر نرجع الدرع باذن الله ان شاء الله. طب نصر كلميني عن اللحظات الصعبه يعني اللي شفناها في الموسم، يمكن كمان شفنا بعد ماتش الزمالك فرحتك كانت شديده جدا جدا جدا، يعني كلميني عن اللحظات دي. والله بص، يعني هو طبعا انت عارف ان الماتش زي ده بيبقى ديربي طبعا، هما السنه اللي فاتت برضه لعبوا فاينل واحنا ما لعبناش، فدي حاجه بالنسبه لنا كانت صعبه جدا. الماتش دوت هم فرقه كويسه، يعني فرقه بتنافس، يعني قدامها 2 3 سنين يبقى ليهم مستقبل، يقدروا يحافظوا على الكيان بتاعهم وكده وعلى المستوى السني بتاعهم، فرقتهم فرقه كويسه جدا. احنا هنا النادي الاهلي دايما بيساعدنا ان احنا لازم نرجع تاني، بنرجع بقوتنا، نرجع نحافظ على البطولات تاني وكده. فطبعا الماتش ده كان بالنسبه لنا كان صعب جدا، لان يعني احنا اول بطوله لينا كنا لازم نحافظها، وكمان باللاعب اللي هو النادي بتاعنا المنافس اللي هو نادي الزمالك وكده، فالمباراه بالنسبه لنا كانت مباراه مهمه جدا، فان احنا نقدر نكسبها يعني. فالحمد لله. يمكن ده تفسيرك فعلا للفرحه الشديده، تفسير منطقي للفرحه الشديده بعد المباراه. طب كلميني، انت بتتواصلي مع مروه عيد عبد الملك على طول ولا لا؟ كنت على طول. لا كل يوم ولا يعني على ما تفرج؟ لا لا كل يوم، لا كل يوم طبعا متواصل مع مروه طبعا كل يوم. متابعه ماتشاتها، اخبارها ايه؟ طمنين عليها. والله تمام الحمد لله، هي ان شاء الله هتلعب سيمي فاينال كاس فرنسا دلوقتي الحمد لله، بقت هدافه الدوري الفرنسي. مروه ماشيه بشكل كويس، بتلعب ال5 ماتشات اللي هم دي اوف اللي هو من نظام الدوري عندها السنه دي، ان شاء الله ماشيه بشكل كويس في الدوري وكده، وان شاء الله تقدر جيب مركز كويس السنه دي في الدوري الفرنسي ان شاء الله. ان شاء الله. نصر عيد عبد الملك كابتن فريق كره اليد للسيدات بنادي الاهلي، بشكرك نورتيني وشرفتيني يا نصر. كابتن يحيى، يمكن نصر من اللاعبات او كابتن فريق نموذجي. بص نصر طبعا كابتن فريق طبعا، واي كابتن فريق النادي الاهلي حاجه كويسه طبعا، وتبقى حاجه شرف لاي لعيبه ان هي تبقى كابتن فريق النادي الاهلي. نصر طبعا السنه دي طبعا غير السنه اللي فاتت، السنه دي بصراحه شايل حمل كبير كان جوه الملعب وبره الملعب. نصر كانت بتلعب السنه اللي فاتت او السنه اللي فاتت كمان كان عبء عليها كمان ان هي تلعب خط خلفي، السنه دي غيرت لها مركزها ان هي تلعب سنتر فيرود، واجادت بطريقه رائعه طبعا ان هي اجادت كويس جدا كمان. يعني انت غيرت لها المركز كمان. المركز وهي اجادت فيه بصراحه، يعني هي فرقت كتير جدا معاها ان هي تلعب في المركز ده، وحفزته بسرعه جدا جدا جدا. وحتى كمان كان عندي اصابات في الوينج ليفت الفتره اللي فاتت دي كلها، وحتى لعبتها في ماتش الشمس اللي هو نهائي دور ال لعبتها وينج ليفت. وينج مش وينج ليفت، وكان مذاع واجادت يعني لعبتها في مركزين غير مركزها. هي بتلعب خط خلفي يا باك يمين يا باك شمال. كان سنتر كان سنتر شمال وسنتر هاف. لا لعبتها سنتر فيرود. سنتر فيرود انا اسف. يعني حتى في الماتش الاخير بتاع الزمالك اللي هو نهائي الكاس ده كانت بتلعب سنتر فيرود. ماتش الشمس اللي هو الاخير برضه في بطوله الدور الثاني كانت بتلعب وينج. ودي انا شايفها دي، بص اللعيب يعني يلعب اكتر من مركز، انا شايفه لقطات من ماتش الشمس ميزه. انا عندي مثلا سودوس اصلا سنتر باك سنتر هاف يعني، بس ساعات بلعبها باك ليفت فعلا. يعني ساعات، بس دي بتبقى ميزه ان اللعيب يبقى عنده اكتر من مركز. انت لما تكون بتختار تيجي لعيب، لما اختار لعيب في مركز واحد، ولا ممكن لعيب يلعب مركزين، او بيجيد في مركز 100% ومركز ثاني مثلا 80%، ده بتحطه في اولوياتك اصلا طبعا طبعا. فدي بتبقى حاجه كويسه طبعا. غير طبعا دلوقتي ان اي تعليمات دلوقتي من اللعيبه والحاجات دي كلها لازم طبعا الكابتن فريق هو اللي بيديها للعيب. بس كان في جروب مثلا عندنا بالظبط، مثلا في تعديل ميعاد الحاجات دي كلها، لم الفريق، اتكلمي مع الفريق، مواعيد التمرين، ميعاد الجيم، ميعاد الاكل، الكلام ده كله بقت هي خلاص هي نصره ما بتهزرش في الحاجات دي خالص. طب خلينا اسالك يا سندس، انت جوزك لعيب كوره صح؟ احنا كنا اتكلمنا في الحلقه اللي احنا رحبنا بيكي، انت اهو في ارض الملعب وبتلعبي فعلا
سنتر هاف صح مظبوط كده. طيب كلميني عن اخباره ايه، كره القدم الدنيا ايه؟ يعني انت لما جيتي هنا انا بتكلم ان احنا اتقابلنا بعد 3 4 شهور الدنيا مشيت زي ما انتم متخيلين ولا ايه الوضع؟ لا في الحقيقه تغير يعني كل شيء تغير. يعني هو من المفروض كان راح يجي وهيلعب هنا كره قدم، بس الحمد لله وجهته اتغيرت خلاص، صار مدرب دلوقتي فعلا والله. هو اصلا كان بيدرب يعني في تونس بس يعني لانه الدنيا ما ظبطتش معاه، لانه يعني اجى في ريكروتمون في الانتداب في اخر الانتدابات خلاص انتدابات خلصوا خلاص الموسم اخر خلاص بس الحمد لله يعني هو شخص انه ما بيحبش يبقى ما بيسويش اي حاجه يعني راح ودور كده. بيمرن في تونس ولا هنا؟ لا هنا دلوقتي هنا كمان مدرب هنا. ده الدنيا اتغيرت خالص اكيد لو راح تونس انا جاي لك المستقبل خدي بالك دلوقتي خلاص يعني والحمد لله لا يعني شغل كويس محتمر محترم وكده، وان شاء الله عم يطمح اكتر وعم ياخد في دورات كتير دلوقتي اصلا وان شاء الله يعني يكون في يعني بيقدر يمرن فريق محترم وكده ان شاء الله. بياخد دورات من الاتحاد المصري هنا مواظب بكل حاجه. طب قولي لي برضو خلي بالك ده يعني بتبقى حاجه كويسه انه بدا تدريبه في مصر. اكيد يعني خلي بالك ان مصر برضو يعني على مستوى مصر تونس المغرب الدول الكبيره في شمال افريقيا دي بيبقى سي في كويس بالطبع. هو اصلا عنده خبره يعني في تونس، درب كمان في تونس، بس الحمد لله راح يكتسب اكثر هنا ان شاء الله. قولي لما جيتي عملتي يعني بداتي توصلي طبعا الاشقاء التوانسه هنا في مصر اللي موجودين يعني برضو اكيد يعني في الفن في الرياضه في اخواتنا التوانسه وتواصلتي مع حد؟ بس معروف انه اسامه الجزيري هو هنا اصلا محترف الاهلي، وفي اول واحده تعرفت عليها كانت لاعبه في فرق منافس لنا تونسيه يعني فعلا. امها تونسيه ومتجوزه مصري هنا ويعني عمل تحكي معايا تونسي فرحت قوي خلاص يعني تعرفت عليها والحمد لله. يعني تونس مليانه التوانسه هنا كتير طبعا. مصر طبعاً مصر وليكم معزه كبيره جدا جدا يعني واحنا كمان يعني والله في تونس هنا بامانه ما بحسش ان احنا حتى لما بنروح ان احنا في غربه بالظبط. والله الحمد لله رغم ان بعد المسافات بس نحس ان احنا شعب واحد. الحمد لله نفس العادات والتقاليد وكده. ما هو لعلمك ده كان من ضمن اسباب اختيار كابتن يحيى ليكي، يعني هو قال لي في لما قابلتك فاكر واحنا على باب النادي قلت لي لا انا كان ليا اختيارات في سندس معينه. اختيار سندس هو كان ده من شهر 3 السنه اللي فاتت. يعني شهر 3 السنه اللي فاتت مش الموسم من بدايه 7 اللي فات فات اول ما مسكت والكلام ده كله كلمتها وكلمت محمد زوجها بحيث ان تيجي والكلام ده كله اختيارك انت شفتها وعارفها وعايزها طبعا اكيد لازم يعني مش ترشيحات. لا انا قصدي اقول عينك اللي شفتها. لا لا ما هو ما فيش حد خالص كان ليه يد في الترشيحات، انا بس انا اللي اخترتها، انا اللي شفت مبارياتها وشفت الماتشات ليها وهذه كلها، وانا كان اختياري اللي انا عايز للمركز ده. انا عندي في المركز ده كذا واحده كمان، يعني عندي مثلا اسراء اللي هتبقى معاك وعندي مريم، بس انا كان اضافه برضو لسندس وحياته كلها ان المركز ده من اهم المراكز اللي موجوده في الهاندبول اللي هو ده العقل المدبر او بيركز في الفريق. فكان اختياري شفتها وكلمتها هي ومحمد، كان في لسه شويه مش مشاكل كان عندها هي ان هي مش عايزه تطلع من تونس والحد كلها يعني وكده. فبصراحه انا اصريت او زنيتها بصراحه على محمد وهي زنيت كتير فضلت لا لان انا كنت يعني مركز معاها جدا وان انا حابب ان هي تبقى موجوده الفريق. طبعا انا مش هجيب حد ما بيفيدش الفريق. لا وقتها يعني انت كنت شايف ان هي دي الاضافه القويه اللي انا عايزها، انا خلاص مش هبص لحد تاني. لا مش هبص لحد تاني اصلا انا عايز المركز ده. فكان تركيزي كله معاها، حتى انا ما شفتش حد تاني يعني اترشح لي حد تاني او كل حاجه. يعني كان معانا يعني لقاءات كتير في الماتشات بنعمل مع كاميرا الابطال، اللاعبات قالوا ان سندس دخلت بسرعه وسط الفرقه بسرعه بسرعه، يعني ما خدتش وقت منسجم. هي كان عليها عامل كبير جدا والبنات عليها عامل كبير جدا، يعني هي دخلت بسرعه بشوشه، هي طيبه جدا والحد كلها هاديه طبعا. البنات طبعا فرق طبعا اللغه بسرعه جدا والحد كلها وهي هاديه، فدخلت جوه الفريق بسرعه جدا. شفت انت التعليقات وكاتبين لسندس برشا برشا يا مدلل، يعني ما واخدين الاغنيه التونسيه ويعني وشايفين سندس هي رمز هذه الاغنيه. لا هي دخلت كمان بسرعه جدا سندس في يا ما شاء الله تحس ان هي وحد كلها، ودخلت كمان مع الجهاز، يعني الجهاز طبعا بس من 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 القناه طبعا بحيي كل الجهاز اللي معايا بصراحه طبعاً. يعني انا معايا 9 افراد بصراحه بشكرهم جدا جدا على الفتره اللي فاتت دي كلها، وان شاء الله كمان الاسبوع ده ونشتغل كمان على بطوله الدوري وناخد بطوله الدوري طبعا
بشكر جميع اللاعبات بصراحه اللي ما جوش معانا طبعا النهارده، بشكرهم واحده واحده، وان شاء الله عندنا روح ان احنا نكسب كمان ان شاء الله الدوره المجمعه الاولى والثانيه ونحرز الثلاثيه ان شاء الله. طب وليه يا سندس انت امبارح كان عندك تمرين ولا تابعتي الحدث الكبير اللي حصل في مصر اللي هو كان عندنا تمرين احنا بس يعني حرصت اني اتفرج فيه، كنت عايزه احضره مباشر بس ما حالفنيش الحظ. شفتي على اليوتيوب؟ شفتي؟ طب تحفه والله، تحفه قوي والله، وان شاء الله يعني قبل ما اسافر تونس اروح للمتحف ده وتفتل كده وشوف. طب انت لما اتفرجتي عليه وشفتي العرض الاوبرالي الكبير وشفتي خروج الموميات؟ لا والله عرض عالمي والله، يعني نظام حلو قوي ويعني استراتيجيه حلوه قوي والله. تعرفي ان كل اللي انت شفتيه امبارح ده ميد ان ايجيبت كله من اي تو زد، صناعه مصريه. انا شفت كوادر البدلات كده والاحصنه والعربيه، يعني حاسه انك عايشه في الزمان ده خلاص، فاهم قصدي؟ انت حسيت ان انت عايشه في الزمان ده؟ والله يعني وتشوقت قوي. تعرفي يعني ان حاجه حلوه قوي الحفل الاوبرالي غنوا فرعوني. انت خدت بالك في كلمات مش مفهومه؟ أنا بس مش مفهومه. صح بالظبط. كل الاوركسترا والملحنين والملحنين والمخرجين لا عن جد تحفه والله، تحفه. لما ان شاء الله يتفتح المتحف الكبير ان شاء الله إن شاء ومتحف الله. الحضارات والحاجات دي ان شاء الله تبقى اكيد تروحيها ان شاء الله. اكيد لازم ان شاء الله. عملت تمرين ليه يا كابتن يحيى في التوادي ده؟ عملت ليه؟ لا انا كنت عامله بدري بصراحه، انا كنت عامل الساعه 3 جيم وبعد كده بحس ان انا ادي راحه النهارده، وبحس ان كمان ان احنا ندرب من بكره لغايه اخر الماتشات. كان ان انا ما ينفعش مره يعني امبارح ادي اجازه فيبقى عندي 8 9 ايام متواصل تدريب، لازم كنت افصل في نص يوم كده بحيث ان انا اخش على يبقوا سبع يعني 3 ايام امرن ولا حاجه وبعدين اخش على البطوله عشان زي الماتشات. طب قول لي يا كابتن انت هتلعب دورتين مجمعتين عشان بس نقول للساده المشاهدين، اربع فرق دورتين احنا والشمس وسبورتنج فاضل الرابع. فاضل الرابع يا اما زمالك يا اما طيران. تمام. هتلعب الماتشات امتى والدورتين ورؤيتك ليهم ايه؟ انا هبدا ان شاء الله الدوره الاولانيه يوم 9 الجمعه الجايه الساعه 2 مع رابع المجموعه الرابع اللي هيجي كان زمالك او طيران. بتبتدي بيه الاول؟ الرابع. انا الاول بيطلع اللاعب الرابع، بعد كده الاول اللاعب الثالث، الاول اللاعب الثاني. يعني اول ماتش يوم الجمعه الساعه 2 هيبقى مع فريق الزمالك او طيران، يوم السبت مع الشمس الساعه 2، يوم الاحد الساعه 2 مع سبورتنج. كله الساعه 2 يا كابتن؟ كله الساعه 2. لا لا، هو اول يوم بس احنا الساعه 2 والشمس وسبورتنج الساعه 4 بس. برضه هتبقى يعني مواعيد برضه بدري، مش 6 و8 يعني في العادي يعني في العادي احنا بنتمرن 6 8 بالظبط، بس دلوقتي 2 و4. طبعا انت بدات عشان كده بدات تعمل تمريناتك بدري. تمام بدري، وان شاء الله يوم الخميس برضه اللي هو قبل الماتشات برضه هيبقى التمرين برضه الساعه 2 في ميعاد المباريات اصلا يعني. طب هتعسكر في مجمع الدكتور حسن مصطفى؟ هتعسكر هناك ولا لا؟ في ان شاء الله ان شاء الله انا داخل معسكر من يوم الخميس الجاي على طول، يعني هعمل تمرين في اكتوبر ان شاء الله، ربنا يسهل ان شاء الله، واطلع على الاوتيل. ان احنا عاملين برنامج برضو زي ما حصل في الكاس، ان احنا كنا قاعدين برضو في اوتيل في الكاس، هنقعد في نفس الاوتيل. ان احنا عاملين برنامج عشان طبعا عندنا محاضرات والكلام ده كله، بحيث ان نقعد مع بعض اكتر وقت ممكن، بقى تقعدوا مع بعض نشوف نقاط الضعف والقوه. ان احنا عندنا 3 مباريات مش مباراه واحده، احنا عندنا كل مباراه بالشكل بالظبط. في شغل عليك وشغل على اللاعبات كمان. انا كده كده بوزع الحمل بالنسبه للبنات، يعني البنات بسم الله ما شاء الله. البنات دلوقتي انا عندي 16 بنت مثلا هم مساجين بيلعبوا، يعني ما عنديش احتياطي. انا بالنسبه للبنات كده ما عنديش احتياطي، انا عندي كل البنات بتلعب بمستوى كويس، حتى لو في ماتشات متوسطه بلعب كل الناس برده واطلع وانزل على حسب رؤيه الماتش طبعا. سندس كابتن يحيى معاكوا طيب ولا؟ طيب والله. لا بص، مش عايز هو كابتن يحيى في الملعب حاجه تانية، بس بره حاجه والله يعني بره بيبقى طيب ولطيف بالظبط، بس في الملعب لا مفيش بس على مفيش بس ده الصح، بس حاجه حلوه لنا اكيد. بالطبع، واحنا لازم نفرق كمان بين جوه الملعب وبره الملعب حتى في حياتنا اصلا. صحيح. الحمد لله. يعني انا بص رايح، انا حابب جدا ان هم طبعا زي اخواتي الصغيرين او بناتي، يعني جوه الملعب ده شغل، انا عايز اوصلهم من الحته دي. ده بره جوه المستطيل ده شغل بالظبط، بره اعملي انت عايزاه وكل حاجه، يعني فاهم قصدي؟ اقدر ظروفك وكل ظروف. طبعا اكيد لازم اقدر ظروفها، واذا كان في اصابات، اذا كان في حاجه شخصيه او الكلام ده كله يعني. بس احنا دايما عشان احنا مضغوطين وعايزين نكسب ثلاث بطولات، انا مضغوط مثلا او البنات مضغوطين عايزين يحققوا احسن حاجه، يعني عشان مش انا مضغوط بس. صحيح. البنات هم بنفسهم اصلا، يعني انا كنت بتكلم النهارده وانا راجع من الشغل
مع نصرة ان احنا بكلمها ان احنا لازم نركز الفتره الجايه دي وان شاء الله، وهي قالت لي ان احنا ان شاء الله مركزين وربنا يكرمنا. ويعني هي قالت، وكان دايما بتكلم مع البنات لازم يبقى في حوالي 5 دقايق 10 دقايق قبل التمرين هنتكلم، حتى هنعمل ايه النهارده في التمرين وايه المشاكل اللي عندنا واجهتنا في الماتش اللي قبلنا والكلام ده كله بالظبط. فلازم يحصل، لازم يحصل فيه كلام بيننا، حتى لو انا بشرح لهم ولا حاجه بشرح لهم ليه ايه الهدف من الشرح. صحيح يعني صحيح يا كابتن، والله انا الوقت بيمر سريعا، والحقيقه انا مبسوط جدا بحجم الجهد اللي انتوا بتعملوه. كابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق كره اليد السيدات، بشكرك شكرا جزيلا ومبارك لك طبعا. ربنا شكرا جدا يا فايز، ربنا يخليك. بس سندس حشانه التونسيه المصريه بقى خلاص نعتبرك مصريه واحده مننا خلاص، باسبورك هيطلع. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا عايش. والف مليون مبروك على بطولتك. بارك الله فيك. شكرا عايشك. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ومكملين معاكم، وعندنا كلام كتير لسه هينضم ليا اسراء السيد ودعاء حلمي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع ملكات اليد في مصر. نرحب بدعاء حلمي نجمه الفريق. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الف مبروك ومنوره الاستوديو. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. بنرحب باسراء السيد احد نجوم الفريق، وطبعا بقول لك الف مبروك كمان يا اسراء. الله يبارك في حضرتك. شكرا اسراء. يمكن احنا نحب نبتدي في البدايات بقى، يعني بدايه الموسم كان عندكم دروب السنه اللي فاتت. الجميل انتوا كنتوا حاسين بده وحاسين ان في دروب، يعني وعدتوا نفسكم ووعدتوا الجمهور ان انتوا السنه الجايه هتبقوا بشكل تاني خالص. الحمد لله. طبعا هي السنه اللي فاتت دي كانت حاجه يعني غريبه علينا، لان احنا الحمد لله طول عمرنا ابطال، فطبعا احنا كان عندنا اصرار ان احنا لازم نرجع احسن من الاول. وكابتن يحيى لما جه احنا اتمرنا يعني ان احنا نصلح نقط الضعف اللي حصلت وكده، والحمد لله يعني قدرنا، وان شاء الله بس ربنا يكرمنا بالدوري عشان نبقى خدنا الثلاثيه ان شاء الله. طب انت يعني شايفه الفرقه متكامله، يعني انت حاسه ان فرقتك السنه دي جامده مش ممكن نخسر؟ خلي بالك انا بتكلم على الشعور. أيوة. مش النتائج، انت حاسه ان الفرقه كامله الحمد لله؟ هو الحمد لله احنا اصلا بجد يعني كلنا بيبقى قلبنا على بعض قوي وبنلعب بحماس، وده اللي بيكسبنا. يعني احنا فعلا الماتش اللي فات لما كنا طول الماتش يعني ما كناش يعني في حالتنا قوي، بس اصرارنا ان احنا هنكسب وحماسنا ده اللي خلينا نكسب. انه لا احنا مش هنخسر ومش هنكرر تاني الغلطات اللي احنا عملناها، وده يعني ده اللي احنا بنتميز بيه. برافو دعاء. يعني اسراء بتتكلم مظبوط؟ طبعا. هو دروب السنه اللي فاتت دي حاجه عمرها ما حصلت تقريبا، فده كان دافع لينا اكتر ان دي حاجه ما تتكررش تاني في تاريخ النادي الاهلي. احنا نسينا السيزون اللي فات، كل اللي فاكرينه بس منه ان احنا لينا 3 بطولات لازم ناخدهم. سواء ان هو بالذات بطوله المنطقه كانت الشمس اخذها مننا، فاخر ماتش كان ممكن الماتش الاخير ده الفاينل معاهم، كنا نازلين اللي هو احنا شويه اللي هو احنا حقنا في البطوله دي فاحنا لازم ناخدها. فممكن الشوط الاول خلص 12-10 12-10 ليهم. بس احنا طول الوقت لا، اللي هو البطوله مش هتضيع مننا تاني، صعب قوي ان البطوله تضيع مننا تاني. فضلنا نحاول لحد الماتش خلص تقريبا في اخر الماتش خالص، يعني لان قلنا فعلا ما ينفعش ان احنا نسيب حقنا مرتين. طب اكيد المكسب ده بيجي بتضحيه، اكيد يعني اكيد كل لعيبه منكم ضحوا. انت على يعني على مستوى الشخصي ضحيتي بايه؟ هل ضحيتي بخروجاتك اللي كنت بتخرجيها، بفسحك مع اسرتك؟ يعني انا تقريبا نسيت شكل اصحابي خلاص يعني. لا ما بالظبط. لا هو سواء مثلا الحياه الاجتماعيه هو خلاص هو زيرو تقريبا، مفيش خالص بالذات السنه دي. يعني فعلا لو في حاجه مثلا خروجه ولا تمرين، لا بالذات السنه دي هو لازم تمرين، هو لازم الماتش، ما فيهاش ان حد يعتذر عشان حاجه. حتى احنا مثلا انا جايه على حساب الشغل في اوقات كتير، اللي هو تمرين الساعه 4 انا همشي من الشغل بدري عشان اعرف اجي التمرين. يعني حط التمرين الاولويه الاولى في حياتك. بالظبط. ان حاجه بعملها من وانا 6 سنين، فصعب قوي. صعب عليك ان انت تخسري البطولات ويبقى بعيد يعني ناخد بطوله. طيب انما يعني كان موسم صعب جدا. بالزبط. وعايز ومطالب منكم ترجعوا في طيب يعني شهرين. بالظبط. يعني السنه اللي وراها لازم ناخد كل البطولات. وكمان السيزون ده بادئ بدري، يعني السيزون اللي فات خلص متاخر وده بدا بدري على طول، فاللي هو احنا قدامنا بالظبط كان 3 شهور المفروض نبقى في اعلى فورمه لينا ان احنا نرجع كل البطولات يعني. صحيح. طب اسراء عايز اتكلم في نقطه معينه اتكلمت فيها مع كابتن يحيى برضو. الموسم اللي فات كابتن يحيى اتولى المسؤوليه في شهر 2/3/19/3 بالظبط، البلد اتقفلت عشان كورونا، فانت قعدت فتره طويله جدا في البيت. قضيتي فتره كورونا دي ازاي عشان تحافظي على نفسك، زائد العوده بقى وكان فاضل 6 جولات. كلميني عن من اول توقف الموسم اللي هو 13 مارس لغايه استعاده النشاط تاني 5/7 ولعب ال6 جولات الفاضله. تمام. هو اول الكورونا كان انا لسه في اخر سنه هندسه،
انت في سنه هندسه؟ لا انا الحمد لله اتخرجت السنه اللي فاتت. اتخرجت قسم ايه؟ مدني. مدني ما شاء الله. فاول اخيرا يعني اول الكورونا فكان عندي امتحانات وحاجات اونلاين، فكانت دي حاجه جديده عليا اللي هو موضوع ان احنا نذاكر اونلاين والكلام ده، فده كان عامل لي لخبطه شويه. بس خلصت واتخرجت وركزت قوي في التمرين. قعدنا طبعا فتره طويله قوي ان احنا فعلا بنحاول نحافظ على قد ما نقدر في التمرين، يعني على قد ما بنقدر وبس، واتمرنا ومفيش. ورحنا على ماتش الشمس ما توفقناش، بس كنت عملت هي عشان هي كده كده كانت اخر يعني احنا صح. حاولنا بس هي كانت صعبه لان السيزون كله كان بايظ، وبعدين كابتن يحيى جه في الاخر، فاللي هو احنا حاولنا ان احنا نلحق بس ما عرفناش قوي. فاحنا فعلا لما بدانا السيزون الجديد قعدنا نقول لا احنا لازم بقى ننسى كل اللي حصل السيزون اللي فات وهنبدا صفحه جديده خالص، يعني هو ده بقى الصفحه بيضه كده هنبدا بيها. بس هندسه صعبه برضو. صعبه جدا. انا خريج هندسه برضو. ومعاناه الشمس كانت بالنسبه لي معاناه فعلا. لا هي فعلا دي كانت يعني فعلا من اصعب 5 سنين قضيتهم في حياتي، ان انا اقدر اوفق ما بين الكليه والتمرين. بس اكيد بابا وماما كان عليهم دور كبير، او الاسره كان عليها. لا طبعا طبعا مامتي طبعا بابا الله يرحمه، فماما هي فعلا اللي كانت متحمله دور اب وام. ليكي اخوات يا اسراء؟ اخويا طارق في كندا الأزل. مش موجود هنا. كندا كانت ماما بقى يعني هي اللي شايله كل حاجه يا حبيبتي، هي فعلا بتتعب معايا قوي لانه انا فعلا ببقى طول اليوم بره، هي تحضر لي لانش بوكس باخده معايا الكليه، بطلع كنت من الكليه على التمرين، فانا يومي كله بره، ولو في كمان كورس بروحه بعد التمرين، فكان طول اليوم بره البيت. احنا بنحيي طبعا شكرا على المجهود اللي عملته حقيقه، وبيتهيألي يعني ما شاء الله يعني ربة مهندسه ولاعيبه كبيره، فطبعا ده نموذج يحتذى به للاعبات الصغيرين. الحمد لله. دعاء وانت قولي لي برده نفس الكلام، اكيد الاسره تعبانه معاكي، اكيد السندوتشات بتعملي الصبح وانت رايحه الشغل. فعلا فعلا مش موضوع كليه بس، وحتى في الشغل السندوتشات بتتعمل بالظبط عشان ارجع من الشغل على التمرين. لا هم فعلا يعني الفضل بعد ربنا طبعا في اي حاجه انا فيها دلوقتي، فيرجع لاهلي ان هم على طول مسندني من وانا طفله، على طول في ظهري، يحضروا لي كل الماتشات، على طول بيشجعوني، سواء حتى السنه اللي فاتت كان ليهم دعم معنوي قوي ان انا اقدر انسى كل اللي حصل في السنه اللي فاتت بالدروب. بس خليني اقول لك برضو دعاء حاجه، يعني بالرغم ان احنا حسمنا تاهلنا دلوقتي الحمد لله، بس انتوا برضو عايزين تكسبوا كل مباراه. بالظبط، احنا يعني نظام الدوري السنه دي غريب شويه، طويل و يعني مش منطقي ان احنا نلعب 32 ماتش الحمد لله ما نخسرش فيهم ولا ماتش ونطلع ماتش. بالظبط، ونطلع بقى فوق اول 4 فرق كلنا 0 بوينت زي بعض. انت بتساوي ازاي اول مع تاني مع تالت مع رابع؟ يعني النظام ده لو معمول في الولاد بالظبط بيبقى فيه الاول بيطلع بنقطه مثلا اي حاجه يعني بالظبط، يبقى في فرق. فاحنا دايما احنا موضوع ان احنا كسبنا الدور التمهيدي ده ما فرقش في حاجه بالنسبه لنا اكتر من الست ماتشات اللي جايين هم اللي هيفصلوا كل حاجه. انت ممكن تبقى ماشي حلو قوي بس سنة غريبة ان هو يدخلكم 0 بوينت، يعني كل 32 ماتش يعني مجهودكم الكبير ده كله بس طب انا ستاهل بس طب ما يعني بس برضه ده ما يقللش من عزيمتنا. اكيد طبعا. لا طبعا احنا كنا بنلعب كل ماتش ان احنا اهمنا ان احنا نكسب كل الماتشات، ما فيش ندخل على الدور الاخير ده، واحنا الحمد لله كسبانين كل الفرق، فنفسيا لما نقابلهم في الدور النهائي بقى نبقى ان شاء الله يعني واثقين في نفسنا اكتر، هم نفسهم يبقوا عارفين انت داخل تلعب النادي الاهلي انت ما عرفتش تكسبه قبل كده. صحيح. طب خليني اتكلم معاكي برضو يا دعاء في حته غاده حسام. غاده حسام عملت حاجه كويسه جدا احتفلنا بيها على فكره في عيد الام. ممكن تعملي تجربه زيها او تكرري تجربتها؟ طبعا. يعني دلوقتي بقى في كتير جدا مش موضوع ان البنت خلاص اتجوزت ان هي خلاص هتبطل، لا عادي بقى عندنا الفكر ان انا اتجوزت انا هخلف وهرجع، بالعكس بيبقى حاجه يعني يونس مثلا ده ابننا كلنا دلوقتي يعني هو عنده 18 خاله مثلا، فلا هي حاجه حلوه واتمنى ان انا اعمل كده يعني ان هو يعني واخدها تجربه قدامك حقيقه ان الحياه الشخصيه عمرها ما تبطل. بالظبط، يعني كل حاجه ليها تضحيات، يعني هضحي بده عشان اكمل في حاجه بحبها. زي ما يعني كمان غاده ما شاء الله ان هو اهلها كمان مساندينها في الموضوع، فلا هي حاجه حلوه يعني اكيد. طب وانت يا اسراء؟ طبعا هو انا عندي يعني يقين انه الحمد لله ادام قدرت ان انا اعدي فتره صعبه زي كليه، زي طبعا من اول ما احنا صغيرين لحد دلوقتي وما بطلتش، فلا ان شاء الله الواحد يقدر يعمل اي حاجه، لانه يعني هي مش مختلفه عنهم، هي موضوع تنظيم وفي نفس الوقت برضو هي حته الاهل. يونس اهو، يونس موجود هنا. أيوة. في السؤال. ايوه يونس بيحتفل معانا اهو. ايوه بس تيشرت الاهل فعلا يعني
هي حاجة، بس هي مش حاجة سهلة يعني، ما نقللش من المجهود اللي غدا بتعمله، ان هي فعلا حاجة صعبة جدا. بس انتوا بتساعدوا؟ طبعا على قد ما بنقدر بنحاول. لا بس هي بتبقى عين في الملعب وعين بره يعني، عين في الملعب وعين معين السهل. حتى في ماتش الزمالك كانت برغم ان هي ما شاء الله كانت من اسباب المكسب يعني، طبعا كلكم، بس هي كانت سبب يعني مهم، تصدت لعدد كبير جدا من الكور، بس برضه مشتت قلقانه. ايوه بس تقدر. ايوه بالظبط. طيب قولوا لي انتوا يعني شاركنا في بطوله افريقيا، انت كنت اخر بطوله افريقيا اللي كانت في نادي الاهلي لعبتي فيها؟ لعبتي فيها. طب انتوا حابين التجربه دي تتكرر تاني؟ اكيد حابين، بس يعني حابين ان احنا نشارك عشان نقدر ان احنا نخش في المود بتاع الماتشات بتاع افريقيا. يعني هما دايما بيقولوا لنا ان احنا بنعمل بس تمثيل مشرف، بس احنا لا، يعني احنا فعلا اخر بطوله عملنا حلوة قوي، بس بنقعد فتره بعديها ما بنشاركش، فبنيجي نلعب تاني بنحس ان مستوانا نزل يعني او فرق عنهم. انتوا عايزين استمراريه المشاركه. الاستمراريه دي هي اللي هتخلينا يعني نوصل للمستوى. هو اكيد مش هيجي في يوم وليله، بس يعني والغريبه كمان برضو ان المنتخبات برضو يعني لا احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. المنتخب الكبير، منتخب السيدات الكبير يعني مش موجود، فانتوا يعني موضوع المنتخب بيبقى اكبر اعداد للعيبه، فانت مش مفيش برضه. بالظبط. هو عامه الاحتكاك الكتير هو اللي بيوصل اللعيب يعني، هو اللي بيخليه ياخد خبراته ويبقى احسن، فلو ده مش موجود فمهما عملت، مهما عملت في تمرين، مهما عملت مش هتوصل. طب وانت دلوقتي شايفه نفس الكلام يعني، حابه تشاركي في افريقيا برغم ان هيبقى حمل عليكم، اغلبكم بيدرسوا بيشتغلوا؟ بالظبط. طبعا حابه يعني، اكيد حلم اي واحده بتلعب في الفرقه دلوقتي ان هي تشارك في افريقيا، وحلمها اكبر ان احنا ناخد البطوله. بس في اللي احنا فيه دلوقتي صعب، ان هو فعلا زي ما اسراء قالت الموضوع محتاج استمراريه. احنا بندخل على فكره ماتش الاهلي وسموحه، كان ماتش سموحه اللي عندنا في الصاله. اتفضلي دعاء، عايز استمراريه. بالظبط. احنا بندخل سنه نقعد خمس سنين ما نعرفش اصلا شكل الكوره هاندبول في افريقيا عامله ازاي. بالظبط. فبعدين ارجع اشارك، وهو مش يعني مش منطقي ان من اول مشاركه يبقى مستنيين نتيجه سواء انديه او منتخبات. المفروض يبقى في استمراريه، ان احنا ندخل اول مره هناخد خامس، ندخل اول مره مثلا هنخسر فرق 15، تاني مره لا احنا ممكن ناخد رابع، يعني تالت مره لا احنا ممكن ننافس على ميداليا. بالظبط. محتاج ايوه بالظبط. لكن المعامله بيبقى ان هو لا، ان احنا هندخل اول مره مش هنحقق حاجه فخلاص ما نشتركش تاني. طب قولي لي يعني، انت تابعتي اكيد بطوله العالم اللي فاتت يعني، شفت منتخب مصر، فاكيد حسيتي بشوق ان انت نفسك تمثلي مصر. على قد ما الواحد كان فخور بالمنتخب جدا ومبسوط بيه جدا، على قد ما اللي هو طب انا كان نفسي ابقى مكانكم، اللي هو انا بالظبط يعني، اللي هو لو كان الموضوع بدا من زمان لما كان سنه 80 تقريبا كان في منتخب هاندبول سيدات وكنا بنشارك وبناخد افريقيا، لو كان في استمراريه احنا كان زمان دلوقتي برضو زي الولاد. بالظبط. الولاد مش اول ما عملوا منتخب وشاركوا اخذوا البطوله، الولاد قعدت كذا دوره على ما بس تدخل مربع في بطوله افريقيا. وانت برضو اصلا تابعتي المنتخب؟ طبعا، دي حاجه يعني كانت مشرفه جدا. اكيد اكيد بيبقى حلمنا كلنا ان احنا نبقى يعني نوصل للمستوى ده ونبقى بننافس زيهم ما شاء الله، يعني حاجه تشرف. بس واحنا عندنا نقدر نقدر يعني بس هي محتاجه وقت يعني، مش هتيجي كده يعني، لازم يصبروا علينا يعني. صح يعني، انت محتاجين اعداد ومحتاجين صبر. طب خلينا اروح لسندس. سندس كانت معانا في الفقره الاولى، ويمكن سندس لعيبه محترفه، وكان ده اول مره يبقى فيه لعيبه محترفه، شفت الموضوع ده ازاي؟ هو سندس انا اصلا اعرفها من 2015 فعلا. من ايام بطوله افريقيا منتخبات تحت 18 سنه، كانت في كينيا يعني، كنا احنا منتخب مصر كان اصلا بيشجع منتخب تونس، وهم تونس كانوا بيحضروا لنا الماتشات وكده، فمن وقت البطوله يعني طبعا لا انا عارفاه، وهي ما شاء الله كان لعبها ملفت للمنتخب كله يعني، ان هي لعيبه مميزه يعني. هي طبعا لما جت بقى يعني، لما سمعت ان هو في كلام ان مع سندس تيجي بتاعنا، كلمتها بالظبط، كلمتها قعدت اقول لها يعني اللي هو هتنوري مصر، ولو يعني هتشرفينا. طبعا. بس وبعدين لما جت هي اصلا روحها لذيذه ودمها خفيف وكده، فهي ما خدتش فعلا وقت خالص ان هي تدخل في جو الفرقه يعني. طب وانت يا اسراء قولي لي نفس الوضع يعني، اكيد سمعتي عن ان في محترفه جايه، طب شفتي الموضوع ده ازاي؟ شفت ان احنا ان دي اضافه، خاصه ان احنا كنا بعد سيزن يعني محتاجين ان احنا نكسب، فكنا محتاجين تدعيم، فهي جت لا يعني فرقت معانا طبعا. يعني احنا فرحنا لانها، احنا عارف اللي هي جت بعد وقت احنا فعلا محتاجين ده، احنا لسه خسرانين، فلو لا احنا عايزين نكسب وعايزين نبقى اقوى وعايزين نبقى احسن. وطبعا يعني اللعيبه في تونس او الجزائر حاجه معروفين ان هم ما شاء الله يعني كويسين، فاحنا كلنا اتبسطنا، وكنا ما شاء الله عليها، وكنا يعني كنا كمان
انا عن نفسي ببقى منتظره اشوف سندس هتعمل ايه مثلا، فاللي هو ممكن تعمل حركه جديده انا ما اعرفهاش، تعمل حاجه فتعلمها. طبعا بتبدل الخبرات يعني في الملعب. بالظبط. طب انت شايفه الفتره اللي جايه ازاي؟ عندنا 3 مباريات ورا بعض ومواعيدهم رخمه بصراحه، يعني 2 و4 مواعيد صعبه، بيبقى الوقت بيبقى فيها الجسم مش واخد على المجهود، ودوره مجمعه وبعديها دوره مجمعه تاني. شايفه اللي فاضل لنا في الموسم ازاي؟ انا شايفه ان احنا لازم نركز قوي في التمرين، احنا قدامنا 4 ايام تمارين لازم نموت نفسنا فيهم، يعني بجد البطوله دي حياه او موت، الدوري اهم بطوله عندنا، يعني طبعا الكاس ليه فرحته والمنطقه ليها فرحتها، بس الدوري ده اكبر حاجه يعني. فاحنا لازم يعني لازم بجد كل واحده تضحي على قد ما تقدر الفتره دي، لانها فتره قليله جدا وخلاص، يعني كل واحد بقى هياخد على قد التعب او المجهود اللي هو عمله. فيعني حتى دايما كابتن يحيى بيقول لنا انتوا تعبتوا وتستاهلوا ان انتوا تكسبوا، بالظبط، فاحنا مش عايزين نفرط فيها، وطبعا كل حاجه مكتوبه عند ربنا، بس احنا نعمل اللي علينا قوي عشان نوصل لهدفنا يعني. وانا عايز اسالكم برضو عن مستوى الفرق الاخرى، بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع الفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل كلامنا مع ملكات اليد مصر. اهلا بحضراتكم من جديد. دعاء، انا يعني انت مهندسه. ايوه. وانا يعني انا كنت عارف ان اسراء، بس فوجئت لما قلت لك انت كمان مهندسه. مهندسة برمجيات كمبيوتر ساينس عين شمس. برضو من ضمن الحاجات اللي هو التضحيات اللي بتتعمل الهاندبول ان انا فضلت ان ادخل كمبيوتر ساينس، علشان انا اصلا شخصية بتاخد كل حاجة على اعصابها، فكان هيبقى توتر بقى هندسة. لا لا مش عصبية، بس بتوتر يعني باخدها جوايا كده على اعصابي، فكان هيبقى توتر بقى هندسة عين شمس مع الهاندبول، فلا دخلت كمبيوتر ساينس. لا هندسة وكمبيوتر ساينس برضو مش سهلة خالص، بس بالنسبة لي كانت هتبقى اخف شوية عن ان انا ابقى هندسة يعني. بس انا ليه بقول كده، وما شاء الله برضو اسراء هندسه عين شمس كمان مدني، انا ليه بقول كده؟ ان عمر ما الرياضه بتعطل عن التفوق الدراسي. لا خالص، يعني كل يعني اي حد عايز يعمل حاجه هو ممكن عليك. يعملها بالظبط، هي بتيجي بقى على حساب حاجات تانية يعني، بس بتدفع الثمن. بالظبط، يعني بتدفع الثمن بقى في حياتك انت بقى الشخصيه، سواء الخروجات اي حاجه، تعب يعني، مثلا عدد ساعات نومك ممكن تقل، وقت بدل ما تخرج فيه لا انا هروح التمرين فيه او انا هذاكر فيه، بس في الاخر اللي طالما انت عندك هدف يعني وضحيت بحاجات فانت اكيد هتوصل له ان شاء الله. يعني انا بعمل ستريس على الموضوع ده سواء معاك او مع اسراء، لان اكيد في ناشئات بيتفرجوا علينا وصغيرين في السن، فانتوا قدوه دلوقتي وما شاء الله، يعني نجمات وما شاء الله زي القمر وما شاء الله بت بت يعني لاعبات كبار وبتحققوا بطولات، فطبعا يعني ما شاء الله حاجه كاركتر كده اي حد يبقى فخور بيه. طب خلينا يعني نتكلم عن اللي فاضل من الموسم، احنا كنا اتكلمنا عنه وشفناه ازاي، وبتكلم عن الفرقه المنافسه. احنا عندنا يمكن الشمس، الزمالك، والفريق الثالث لم يحدد بعد هيبقى يا سبورتنج والشمس، وفاضل يا زمالك الطيران. انت شايفه يعني افضل فريق، احنا طبعا كل الاحترام والتقدير، بس افضل فريق من وجهه نظرك مين باللعب؟ هو يعني انا شايفه انه كله لازم نعمل له حساب، يعني انا ما بحبش اقول انه الماتش ده سهل او الماتش ده هنعديه، لانه يعني بحس ان احنا لما بنقول كده لنفسينا بجد ما بنبقاش حلوين صح. قوي طبعاً. فلما بناخد كل الماتشات ان ده ماتش فاينل، طب بلاش نقول صعب، نقول الفرقه اللي بتلعب هاند بول حلو، يعني نقول بلاش، خلينا صح كلامك مظبوط، في سبورتنج سبورتنج فرقه كويسه، والشمس بيلعبوا هاند بول حلو. رايي كده دعاء برضو. سبورتنج يعني اكتر فرقه طريقه لعبها شويه شبهنا، منظمة يعني، هي فرقة ليها طريقة لعب كده منظمة دايما، وبقى لهم ثابتين عليها بقى لهم كذا سنة يعني. لعبناهم ماتشين السنة دي. لعبناهم ماتشين ثلاثة. صح. ولعبناهم الحمد لله. بس هو الثلاث فرق جامدين، ويعني اللي يثبت ان هو سبورتنج والشمس نفس عدد النقط في الفترة اللي فاتت، الثالث والرابع زمالك وطيران نفس برضو عدد النقط، فعشان كده المنافسة لسه مستنيين نتيجة 2004. فهي كل الفرق بصراحة، وأي فرقة بتنزل قدام الأهلي هي بتنزل بروح تانية خالص، وبتنزل بشكل تاني خالص غير أي فرقة، غير لما بتلعب أي فرقة. فإحنا قدامنا بيبقى لا كل ماتش فعلا هو ماتش كاس، لازم طب نكسب. يعني سندس قالت لي في الفقرة الأولى إن اللي بيميزنا الروح. يعني قالت لي إحنا ممكن يكون في فرق تانية مستواها برضو مش وحش وكل احترام وتقدير، بس إحنا عندنا الروح عالية قوي، الكلام ده صح؟ بالظبط. إن إحنا دايماً
حاطين قدامنا ان احنا نادي بطوله، فاحنا مش نازلين ماتش ان هو يعني ان شاء الله نلعب كويس واللي هو لو خسرنا يقولوا لا هم خسروا بس لعبوا كويس. لا احنا حاطين يعني حاطين هدف ذات يعني هل مثلا اللي بيلعب ما بيلعبش لا لا دي حقيقه يعني كلنا كلنا واحد، واللي ينزل مثلا لو انا بلعب في مركز وزميلتي نازله تبقى دالي لا، وانا لو في حاجه انا شفت انا عملتها غلط في الملعب قبل ما تنزل ممكن اقول لها خلي بالك ممكن تعملي كذا هتعرفي تعدي اكتر لو عملتي كذا يعني بالظبط. فلا حتى بيبان في الماتشات ان اللي بره ازاي بيشجع اللي جوه يعني اصحاب الجياد حتى ماتش يعني ما كانش قوي جدا ولكن اديته فيه باداء بالزبط. يعني وهتلاقي دايما لو الكاميرا بتيجي بيبقى اللي بره بيشجع اللي جوه ولا كان هو جوه الملعب. ايه رايك في الكلام ده؟ طبعا هي الفكره ان احنا يعني حتى حضرتك بتقول اصحاب الجياد احنا لا هي فرقه طبعا محترمه بس في فرق في المستوى شويه، بس هو احنا كلامنا او كلام يعني الجهاز الفني لينا كل قبل يعني قبل اي ماتش انه احنا هننزل هنلعب لعبنا، يعني هنلعب بغض النظر احنا هنلعب مين بالزبط. سواء فرقه قويه او فرقه ضعيفه احنا هنكسب وهنكسب يعني هنلعب لعبنا مش هنلعب على قد الماتش. يعني انت بقى بتلعبوا اداء معين انتوا ليكوا هدف معين. طب خليني اقول لك اسراء ان اكيد ده كان نتيجه ان كابتن يحيى وانتوا عندكم من اول الموسم هدف اتلميتوا حواليه، واي حاجه بتيجي بقى في سكه الهدف ده من مباريات بعد الشر اصابات روتيشن بيحصل بين اللعيبه اكيد كان كل الكلام ده. احنا عندنا اصلا قضينا فتره كان يعني تقريبا كل شويه حد مننا بيتصاب، بس احنا كنا حاطين في دماغنا احنا هنتحدى اي ظروف، يعني حتى لو عندنا زميلتي اتصابت فانا لازم اشيلها عشان اللي هو ايه ما نحسسش نفسنا ان احنا وقعنا، لا احنا هنتحدى اي ظروف وان شاء الله هنكسب. طب قولي لي يا اسراء احنا لسه في اصابات عندنا؟ لسه في مريم شرباجي وفي حد تاني لسه ثلاثه راجعين من اصابه في ايه كورونا. في يارا شحاته لسه راجع من اصابه كورونا ولا لا لا اصابه هي دلوقتي في الملعب عادي معاكم بس تاني. لسه بتنزل يعني على الخفيف. منى خالد برضو كان عندها اصابه لسه نازله من ثلاث اسابيع. صلاح حسام برضو لسه نازله. يعني برضه اصابات لا هم دول اللي لسه راجعين، لكن اللي لسه مصاب كانت مريم هي بس يعني احنا فتره قعدنا مثلا يجي سته مصابين في الفرقه ما بينزلوش خالص كتير بس كتير سته كتير يعني بس الحمد لله بجد ان احنا قدرنا ان احنا نعدي دي كانت ازمه بالنسبه لنا. يعني برضو زي ما كابتن يحيى قال ان احنا كان عندنا الوينج ليفت ما فيهوش ولا حد، يعني كانت فريده اتصابت ويارا شحاته طبعا نصر لعبها في الوينج ليفت و... كان ساعات ما فيش عدد للتمرين اصلا يعني مش مكملين عدد ان احنا نعمل تمرين مثلا 6 على 6 او حاجه، ومع ذلك ما شاء الله اصل يعني حاجه صعبه ان يبقى في مركز مثلا معين ما فيهوش حد، يعني كل اللي فيه مصابين صعبه لا حاجه صعبه جدا. فالحمد لله ان احنا يعني عندنا لعيبه ان هي تقدر تلعب في كذا مركز وتشيل يعني بس صراحة. نصر مثلا عمرها ما لعبت الوينج ليفت بس الحمد لله بس هي عشان الروح وانتوا عايزين تكسبوا بالظبط فهي نزلت ادت بالظبط وانتوا يعني بتساعدوها. يعني خلي بالك برضو انا بقول انا مثلا لعيب اول مره العب في الوينج ليفت فالوينج ليفت دايما ليه حركه معينه كده انه بيجي خطوتين ثلاثه على نص الملعب عشان يفتح الملعب. انا لعبت في فتره معينه قبل نصر يعني كنت بحاول يعني بحاول ادي على قد ما اقدر، وحتى لما كنت بضيع كوره بصراحه هم ما كانوش بيلوموني اللي هو يعني عشان عارفين ان هو مش مركزي، بس بالعكس كانوا اللي هو هجيبيها لا ما تقلقيش وخشي وما تخافيش، اللي هو بيبقى عندي شويه خوف انه ده مش عارفه مثلا افتح الفتحه بتاعه الجامب بتاعتهم ان انا افتح قوي كده او مش عارفه ايه، بس يعني مع زميلاتك عديتوا ده وتجاوزتوا النقص العددي بالظبط. طب قولي لي برده كان مين تاني عندنا نقص وبرده وقفتوا جنبه في مركز مش مركز غير نصرة وغير اسراء افتكري وقت ساره ومنى وكترانا بس هي اللي في الباك كان ليفت. احنا عندنا ثلاثه باكات ليفت، كان في فتره كان اثنين اللي اتصابوا رنا ومنى وساره لا اصابات اللي هي قعدت مثلا شهرين يعني فما كانش في غير هي رنا بس رانا فكان بس ففي الهافات بقى كنا مثلا اسراء تلعب باك ليفت سندس تلعب باك ليفت يعني انت ما شاء الله لفيت على كل يعني المهندسه بقى الفيرود برده كان في اصابات نصرة سدت فيه الوينج ليفت كان في اصابات اسراء لعبت نصرة لعبت صداع يعني ده الاصابات دي صداع. انت شفتي لو متابع فريق الباسكت عندنا في رجال ما بيكملوش مالوش خالص الاصابات اكتر حاجه. اقول لك على حاجه انا طول عمري خايف من حاجتين يعني اسف ان اقولها انه الاصابات وعدم توفيق الحكام في الماتش الحكام ايوه طيب انا عايزكم يعني اسراء قولي انت لو خبيره بالاصوات قولي الو كده يا اسراء الو الو مين ساره الخولي ازيك يا ساره الخولي طبعا نجمه الفريق ازيك يا ساره
ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ طبعا انا نفسي يعني كلكم تبقوا موجودين النهارده الحقيقه، والله انا فرحان بيكم جدا وبقول لكم الف مبروك يا ساره. الله يبارك في حضرتك، والله الله يبارك في حضرتك، الحمد لله. طب كلميني عن التحديات اللي انت شفتيها من وجهه نظرك الفتره اللي فاتت، التحديات اللي انت عدت بيك انت على مستوى الشخصي ومستوى الفريق. هو احنا طبعا لو هنتكلم على مستوى الفريق، كان اول تحدي بالنسبه لنا ان احنا نكسر حاجز الخوف، ان احنا نعدي الماتشات اللي حصلت، الدروب اللي حصل السنه اللي فاتت، ان احنا كنا طبعا نلم نفسنا ونتكلم نشجع بعض نسوق بعض، اي حد مثلا بنزله حصل له سوء توفيق حصل له حاجه احنا كلنا نلم بعض. دي كانت اكبر تشالنج يعني موجوده تقريبا في الفرقه، بس الحمد لله احنا تغلبنا عليها وخدنا اول بطولتين الحمد لله. بدانا طبعا بكاس مصر وبعديها خدنا المنطقه، وان شاء الله يعني دلوقتي بنشتغل على الدوري ان شاء الله يعني. طب قولي لي يعني يا ساره الفتره اللي جايه، يعني برضو عندكم 6 ماتشات يعني انا دايما برجع ليهم لان هم دول ما شاء الله ان شاء الله يبقى ختاموها مسك، شايفاهم ازاي وشايفه التضحيات اللي انتوا لازم تعملوها في العشر 15 يوم اللي جايين ايه؟ لا طبعا هو احنا ال6 ماتشات اللي جايين دول بالنسبه لنا دول يعني هما ما فيهمش نقاط ان شاء الله. يعني احنا تعبنا من اول السنه، اشتغلنا على نفسنا، كابتن يحيى معانا، يعني احنا بالنسبه لنا كان اهم تارجت اصلا الدوري. طب خلي بالك انتوا داخلين معسكر، انتوا داخلين معسكر يوم الخميس اللي جاي يا ساره. ان شاء الله جاهزه بقى وهتنسوا المذاكره وهتنسوا الشغل وكل حاجه. لا دي كل واحدة بتسيب اللي في ايديها تماما، يعني انا بشتغل بسيب شغلي، انا كده مثلا هسيب شغلي خميس وكمان حد اللي بتذاكر، مفيش واحدة حتى بتاخد كتاب معاها في المعسكر، يعني هو احنا كلنا مركزين في الماتشات وبس. يا رب ان شاء الله يا سارة وربنا يكرمكم الحقيقة، يعني ان شاء الله يبقى يعني ختامها مسك ويبقى الثلاثية بإذن الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ساره الخولي نجمه الفريق بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى لك كل التوفيق يا ساره بجد، يعني روح جميله يا اسراء وجمالت قالوها عرفتيها على طول. يعني ما شاء الله حافظين بعض. يعني حتى سندس لما نصر قالت قالوه برده، بس يعني سندس خدت شويه. يعني قولي قالوه تاني كده. يعني سندس لك خلاص بقت مصريه قوي زينا واكتر كمان. نفسك سندس تقعد معانا السنه الجايه؟ طبعا وانا كمان اتعودنا عليها اصلا. يعني هي قالت لي برضو، هي برضو خلي بالك يعني واخد الموضوع احتراف، ويمكن هي اكتر واحده محترفه فيكم خلي بالكم، لان هي شغلها الهاند بول كله وكاريرها، فاكيد يعني اكيد بستفاد من المحترف اللي معايا. اكيد 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 اكيد. طب قولي لي يعني يمكن انت قعدت في كندا شويه يا اسراء ودرست سنه او اتنين وبعد كده رجعتي على هندسه عين شمس عشان تكملي دراستك، لعبتي هاند بول هناك؟ للاسف انا كنت عايشه في مونتريال والحته دي ما كانش فيها هاند بول، فكان عشان اروح العب هاند بول دي كنت لازم انقل من محافظه ثانيه، فقعدت يعني انا بطلت يمكن سنه كامله ما لعبتش هاند بول خالص فعلا. ورجعت بقى ما قدرتش بصراحه. لما رجعتي مصر رجعتي نادي الاهلي ثاني يا جماعه، انا رجعت بقى يلا يلا سجلوني بقى انا عايزه العب صح؟ بس الحمد لله انا كنت خايفه قوي ان انا لما اقعد يعني تفرق معايا، يعني انه مستواي ينزل شويه او كده. لا ما طالما الفتنس موجود خلاص. بالظبط انا كنت بحاول هناك يعني اجري حوالين البيت ومش عارفه ايه كده، بس يعني كانت حاجه صعبه ان انا اقعد سنه كامله من غير هاندبول، يعني صح شعور وحش. وبعدين يعني انا كنت في اصعب اوقاتي بلعب هاندبول، يعني في ايام دراستي وضغطي. بالظبط بالظبط اللي هو خلاص انا بعد ما خلصت وفضيت لهاندبول هسيبها. لا طب ده قولي لي يمكن يعني اكيد انت يعني ليكي طموحات الفتره الجايه على مستوى المهني على مستوى الفرقه، يعني حابه تعملي ايه الفتره الجايه؟ طبعا يعني اقرب حاجه دلوقتي اللي هو ان شاء الله ان شاء الله بطوله الدوري دي. كرياضه يعني نفسي ان يبقى في منتخب سيدات يا رب. بدأ معاك. ونفسي ان في النادي الاهلي نشارك في بطولات افريقيا، يبقى في استمراريه، سواء حتى احنا يعني احنا الجيل ده بطل، يبقى في استمراريه الاجيال الصغيره بقى تدخل من وهي صغيره إن شاء الله. تشارك يعني قدام هي فعلا هتنافس من حاجه مش هتبقى بعيده. نفسي ان انا اقدر افضل موفقه ما بين شغلي ان انا اكبر فيه اكتر وما بين الهاندبول، ان هي حاجه ما فيش حاجه او ما فيش حاجه تيجي على حساب حاجه يعني في الاثنين. بس ده دي احلامي. دعاء حلمي نجمه الفريق بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني الحقيقه، انا استمتعت جدا بالكلام معاك. وانا والله ربنا يخليك. طبعا اسراء السيد نجمه الفريق، يعني
ما شاء الله ليكي طله كويسه وبشكرك نورتينا وشرفتينا. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع ملكات كره اليد في مصر. اسم على مسمى، هم يستحقوا هذا اللقب. قربنا منهم، شفنا قد ايه بيتعبوا قد ايه عشان يوصلوا للحلم ده، بياخدوا مجهود ومجهود جامد. انتظرونا بكره ان شاء الله، هنذيع لحضراتكم وهنقل على حضراتكم على الهواء مباشره في استوديو الابطال مباراه كره السله الاهلي وسبورتنج الساعه 8:30. الاستوديو التحليل هيكون الساعه 7:30 ان شاء الله. كما عودناكم هنكون على قدر استطاعتنا مع ابطالنا في كل مكان. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى اللقاء غدا باذن الله.